السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور صفدي معكم. كنت دكتور عام، هلا بشتغل بالمستشفى. إحنا إجينا لاجئين فلسطينيين بس مولدين بلبنان، إجينا هجرنا على النرويج والحمد لله يعني مبسوطين كتير، وخاصة عشان النرويج في حرية كتير جميلة كتير حلوة، وإن شاء الله يعني انت كمان رح تتعرف على النرويج بهاي الطريقة، وبتحس انك انت كمان بدك تطلع او انت بدك تطلعي تفتحي وتشوفي الجو. كمان تقريبا من شهر 3 يعني لهلأ اغلبية الناس كانت مضروبة بالبيوت، الكل قاعد بلا حركة بلا تغيير جو. هدول الشغلات بتأثر علينا كتير من ناحية نفسيتنا، كمان بالجسم. إذا الواحد ما بتحرك الجسم بتغير، وأكيد يعني الكل وأنت كمان حسيت بهالشي، وهيك الحركة بتأثر على الصحة على البني آدم من ناحية الضغط، من ناحية السكر، من ناحية الوزن. هدول شغلات كتير مهمة بالنسبة للصحة، بس كمان النفسية. يعني الواحد بس يتحرك يكون بمشي بجو زي هيك بتفتح، بيكون مريح كتير. الحرية حلوة من ناحية كل هدول الشغلات اللي عم نحكي فيهن، يعني وخاصة يعني إذا بالنسبة للقلب الحركة كويسة للقلب، بس الواحد يتحرك القلب يشتغل، وخاصة إذا الواحد بارق شوي. ما ضروري الواحد يركض أو يكون يعمل رياضة فظيحة يعني، بس أهم شيء إن الواحد يتحرك، ويمكن يعني هيك نص ساعة كل يوم إذا في احتمال. ما ضروري إنه الواحد يكون بركض بالغابة أو هيك شيء، بس يتحرك، والمهم بركي يتحرك بطريقة إنه يعرق، هاي أهم. وكمان بالنسبة للسكر، بس الواحد يتمرن أو يمشي بهضم الأكل اللي بناكله، خاصة المجتمع العربي يعني بحب إحنا بنحب الحلو كتير، وعشان هيك مهم كتير إنه إحنا كمان نتحرك أكتر. بس للأسف عندنا السكر عالي كتير، وكمان القلب عالي كتير، وكمان الضغط عالي كتير، والمشاكل بالقلب، المشاكل يعني بالصحة كتير، والحركة والكزدورة والرياضة، ما بس بالصيف أو بالربيع، الفصول الأربعة يعني الواحد فيه يتحرك. بالشتاء كمان في مناطق ومناظر كتير حلوة وصحية، والهواء النقيف كتير كتير مهم، ما بس بالنسبة للصحة، بس كمان بالنسبة الليلة فيها تطلع مع بعض. كمان الأطفال بتحب تلعب بالحديقة، وبحبوا يطلعوا بالجبال، بحبوا الحركة يعني، بحبوا الجو يتغير. الواحد فيه يكون ياخذ معه زوادي، او اذا في احتمال يعني كمان الشوي، يطلعوا الناس تطلع مع بعض تغير جو وتلعب وتتفتح وتنبسط. الحرية بالنرويج ببلاش، ما فيها شيء يعني، الواحد ما بدفع. ومن هاي الناحية الواحد بيستفيد بالصحية، بركي كمان الواحد للمستقبل إن شاء الله فيه يخف الأدوية. من هاي الناحية كمان يعني بالنسبة للصحة كتير كويس، بالنسبة للمزاج ونفسية الواحد بريح بغير جو. في معلومات كتير مفيدة بالصفحة اسمها نوشك فري سليب، اللي بده فيه يروح هناك في باللغة العربية وكمان كم لغة تانية يعني، اللي
للأفضل. والواحد فيه يقرا ويتفتح ويتعلم يعني شو وين الواحد فيه يروح شو فيه يعمل حسب أي منطقة ساكن. وإن شاء الله نشوفكم بالحديقة أو بالجبال أو على البحر أو بأي مكان يعني. السلام عليكم.